اهلا بحضراتكم من جديد في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع. والحقيقة اسم النجمة ياسمين عبد العزيز تصدر اليوم قائمة الاكثر تداولا على السوشيال ميديا وكل منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها للمرة الاولى بعد شفائها مع زوجها النجم احمد العوضي. طبعا ظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز لأول مرة بعد شفائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي والمذيع على فضائية سي بي سي. وفي البداية تحدثت وقالت ما كنتش عارفة إن في يوم من الأيام هطلع في برنامج وأتكلم في حاجة زي كده، كنت داخلة أعمل عملية بسيطة جدا مش أول مرة أعملها، عملتها 5 مرات وكنت بعملها وأمشي على طول وأروح شغلي ومحدش كان بيعرف أي حاجة. كان الدكتور بيقول لي ازاي بتستحملي الوجع ده، انت بطله وانا بطبعي مش شكايه. رحت اعمل العمليه، قلت لدكتور العمليه هتاخد قد ايه؟ قال لي هتاخد 2 أو 3. كان معايا كمان وقتها احمد وبنتي وصاحبتي. دخلت عملت العمليه وكان في عمليه كمان تانية في نفس الوقت، يعني في شهرين تقريبا عملت 4 عمليات. دكتور التجميل بيجمل بطني، طلعت من العمليه بألم رهيب جدا وبصرخ وبقول انا بموت. الحقيقه انها كمان يعني ده طبعا الكلام اللي هي قالته نصا بنقله لحضراتكم عن لسانها في اول ظهور ليها في برنامج معكم منى الشاذلي. كمان الحقيقه قالت انه كان في تفاصيل كتير جدا هي مش فاكراها، قالت من كتر ما كانوا بيدوني مسكنات ومخدر البعض اعتقد اني بتدلع، وبعد كام يوم الدكاتره قالوا لو ما دخلتش اعمل عمليه بعد ساعه هموت، حدث ثقب في القولون وتسمم في الدم، دخلت العمليات وكنت حاسه اني مش هطلع. طبعا كل ده وهي بتروي اللي حصل معاها اثناء يعني الرحله العصيبه وبالتاكيد ان مرت عليها اثناء فتره علاجها. بعد كده قالت وانا داخله قلت لاخويا الكبير خلي بالك من ياسمين وسيف ولادي، كنت حاسه اني هموت، ولما دخلت كانت حالتي صعبه جدا، طلعوني من العمليه على العنايه المركزه. وفي حد قال كمان لاخويا هي دخلت على الجهاز ده اللي بيدخل عليه ما بيطلعش من بدايه اول عمليه حتى العناية المركزة، كنت في شبه غيبوبة وكل ما انام في العناية المركزة بيجي نفس الكابوس، قررت اني مش هنام ومش هغمض عيني خالص وانا عمري ما جالي كوابيس. في وقت ما في العناية المركزة قلت لهم يعني في وقت من الاوقات كنت هي في العناية قلت لهم انا مش قادرة اكمل، شيلوا الاجهزة والادوية انا هبقى مرتاحة لو رحت لربنا. كمان حقيقة انها اجرت 4 عمليات جراحية وقت ازمتها الصحية، كانت بتعاني من مشاكل صحية كبيرة جدا منذ ما كان عندها يعني منذ ما كانت في سن 16 عام. اجرت هذه العملية 5 مرات متتالية لكنها اكدت انها عملية بسيطة وانها يعني مش صعبة بالدرجة الكبيرة جدا اللي مرت عليها آخر مرة. أكدت عندما أجريت العملية وخرجت شعرت بآلام رهيبة ووجع لا يقاوم، وكانت بتحصل على كمية كبيرة من المسكنات حتى تتحمل الآلام. قالت كمان إنها كانت بتاخد مسكنات كبيرة وكتيرة علشان تتحمل الألم. عقب تلك الآلام قرر الطبيب المعالج لها إجراء عملية جراحية أخرى على الفور، خاصة إنه تبين إن القولون تعرض لثقب وإذا لم تخضع للعملية هتموت خلال ساعات. كمان تعرضت للإصابة بفيروس كورونا. كل ده أنا بروي لحضراتكم يعني اللي قالته النجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز وهي بتحكي عن فترة علاجها في أول ظهور ليها يعني بعد عودتها مرة تانية وبعد تمام شفائها على خير الحمد لله. قالت إن جالها كمان فيروس كورونا 2 مرات متتاليتين في تصوير المسلسل الأخير الخاص بيها، مسلسل اللي ملوش كبير واللي عرض في شهر رمضان الماضي. قالت كمان قبل ما أدخل العملية بأسبوع جاتلي رسالة من الترابي وعمره ما بعت لي رسالة قبل كده. قال بتقول ان هي بتتعامل مع الترب على انها بيتي الثاني، والتربي بعت لي فيديو بيجهزوا لي التربة وبعد كده عملت العملية، طلعت الغرفة وبدأت اتكلم واستعيد وعيي، ببص لقيت الامعاء بره بطني وانا ما بخافش من الموت، بالعكس هو احسن من الحياة اللي بنعيشها دلوقتي، بس كل اللي كان شاغلني هم اولادي. طبعا يعني رحلة بالتأكيد كانت صعبة جدا على النجمة الجميلة
ياسمين عبد العزيز. يعني الجميع في الحقيقه كان بيتابع بقلق شديد كل تفاصيل وتطورات حالتها الصحيه، ويعني كمان رحله علاجها. لكنها كمان قالت واكدت ان زي ما في يمكن اهمال طبي، في نماذج ناجحه من الاطباء، ووجهت الشكر للطبيب اللي بيعتبر يعني يمكن هو اللي انقذ حياتها بعد ربنا. طبعا الحمد لله رجعت لنا النجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز مرة تانية، وشفناها في أول ظهور ليها بعد رحلة علاجها. بنقولها طبعا الحمد لله على سلامتها، وتدوم دايما ضحكتها الحلوة. بشكر حضراتكم طبعا شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.